الشيف فيصل ونشوف شو رح يحضر لنا اليوم من اطباق حلوه سويت يعني برشه ملح. رشه ملح صباح الخير مشاهدينا واهلا وسهلا فيكم. اليوم رح نحضر بانانا بيري سموثي. هالوصفة اللي بتحتاج ل 250 جرام من اللبن الخالي الدسم و 100 جرام من الموز، طبعا اذا كان عندكم فريز او اي نوع من التوت فيكم تفرزوه او تحطوه بالبراد لمده تقريبا ساعه ساعتين، وطبعا اذا ما في فيكم تستعيدوا بالموضوع بمكعبات الثلج. هلا مثل ما شايفين بالبلندر لونهم كتير حلو، بدل العسل او اي نوع من المحليات فيكم تستعملوا. انا اليوم اخترت الدبس، دبس الخروب 30 جرام، فيكم تختاروا دبس العنب، فيكم تحطوا العسل، فيكم تحطوا الاكافيا سيروب. بنفس الوقت انا عندي هون عم بحضر الكريم اوبير اللي شرحناها بالماضي وممكن بوصفات تانية راح نرجع نشرحها. عندي من زلال البيض بالمكنه مع رشه ملح كنت حطيتهم قبل بوقت، رح ندور اكيد المكنه. عندي من السكر اللي وصلت حرارته تقريبا على 116 او 18، كمان كنا شرحناها بحلقات سابقه كيف على طريقه الشوكه وفينا نشرحها كمان هلا، فينا نشرحها على طريقه الشوكه كمان. مجرد ما تمرق الشوكه وتعمل هيدا البالون بيكون انطبخ. في كذا طريقه فيكم تستعملوا ميزان الحراره. هون عندي الزلال عم بيطلع ورح نزلهم على البطيء. رح اتركهم يبردوا، من بعد ما يبردوا عندي 270 جرام من الزبده، وهون عندي من السكر عم بيتكرمل للبرالين، كمان رح تشوفوها الوصفه هيدي، ولكن كريمة الزبدة ما رح يكون في إلى وقت لحتى تشوفوا اياها. من بعد ما حطينا الدبس تغير لونهم، صار لونهم تقريبا على بني. فينا نحط معهم كمان مكعبات ثلج، رح جيبهم من الفريزر. وعندي بالفرن كمان خبز سوكسي برالين. سوكسي بعد بلا برالين عم بتنشف بالفرن، مكعبات ثلج. مثل ما شايفين طريقة ولا أسهل، ومع الثلج عم بتطرطش. رح نحطهم بالفريزر. البرالين اذا كان معنا وقت رح ارجع عيدها، بينما تخفق ويبرد الميرينج الايطالي هون عنا. هون عم بحضر ميرينج على الطريقه الايطاليه، طبعا بمجرد ما يبرد عندي 270 جرام من الزبده، واكيد اكيد مثل العاده حضروا ورقه وقلم كرمال تسجلوا الوصفات يلي بعد تقريبا او على الساعه 12:30 رح نحطها على الشاشة. 270 جرام من الزبدة على حرارة الغرفة. عندي من ال بعده سخن، ما في حط الزبدة بهالوقت لأنه طبعا رح تذوب. وهون البرالين عندي 125 من السكر، 125 جرام، 125 جرام من اللوز بقشره المحمص،
حطيت مي 30 جرام مع 125 جرام، عم بعمل نص وصفه. رح تشوفوا الوصفه دبل بعد شوي على الشاشه. عم بعمل نص وصفه. اللوز لازم يكون سخن، رح حطه مع السكر والمي، وطبعا لا رح حركه. رح ضلني حركه لحتى لي يتكرملوا كلهم سوا مع بعضهم. بنفس الوقت رح حضر سيلبات او ورقه، فيكم تحضروا ورقه بالبيت ما في مشكله ابدا. بنخفف النار، بنخفف النار مع التحريك. عندي لكينا البنانا بيري سموثي، اخترنا اليوم بدل العسل وبدل اي نوع سيروب ثاني، شيء صحي اكيد لبن خالي الدسم، هو دبس الخروب. بتشهي وطيبه وصحيه وسكر طبيعي. هون بنقلكم صحتين على الوصفه. وعندي من البرالين ناطرينه يتكرمل كله سوا مع بعضه. مجرد ما يبرد البرالين رح نطحنه على المكنة، وفيكن قبل ما يتكرمل تحطوا اللوز مثل ما شايفين الكراميل على نار خفيفة. بهالوقت كمان بعد في سكر عليهم مثل ما شايفين، رح يتكرملوا كلهم سوا. منشوف الزبدة، الزبدة مثل ما شايفين طبعا على حرارة الغرفة. وهون عندي الميرينج الإيطالي مثل ما شايفين جاهز. راح نضيف مثل ما شايفين ذابوا كلهم سوا مع بعضهم، تفككوا، نطفي لهم النار، تكرملوا على سلبات او على ورقه، نتركهم يبردوا. من بعد ما يبردوا طبعا راح نطحنهم. هيدي خلصت عندي. انا هون راح بلش ضيف الزبده تدريجيا، بس بدي حبيت فرجيكم الزبده كيف هي سوفت، لانه اذا ضفتوها وهي بارده كثير رح تقرش، رح نرجع نحتاج نعرضها للحرارة. فمنا مضطرين نعرضها للحرارة، منحاول تكون حرارة الميرينج 40 أو 45 درجة والزبدة على حرارة الغرفة. رح بلش أنا ضيفهم تدريجيا، رح يصير عندي باتر كريم أو كريم أوبير، وبهالوقت رح نروح لعند رولا ومنرجع نكمل وصفاتنا لليوم. يعني هلأ أنا بفهم منك خلصت الوصفة ولا بعد؟ رح فلي على البيت تركك لوحدك هلا. لا ما هيك قصدي، رح تكمليها. بدي افهم غير الوصفة. حديث اذا انه يعني بتوصلنا او ما بتوصلنا الوصفه وهيك. اكيد رح توصلكم، صار فينا على البريك ندوق. اكيد أوكي. بس بدي اقول لك شيء، بخبركم شغله، انه مارينا مهمه من الموضوع كله غير انه بتنجلى قولكم الصينيه انه مقليه بعد انه بس مش صعبه. رولا بعرفك ايه؟ ما رح تنطري البريك، ما رح انطري، فانا رح اقدم لك هالجوس هلا. عمي ليش بحبك هالقد؟ مش معقول. صحتين. سوري بس مضطرة. ميرسي. لحظة، لازمنا انا وحدة. لا وبعد بدنا وحدة لمارينا. مارينا تكرم عينك. مارينا هلا كيف بدي ركز انا؟ مش لحظة هيك على الطريق. شو طيبة؟ يعني هلا اي لاف ات. اكيد مارينا جاي على الطريق. اوكي جاي. وانا طولي بالك يا مارينا، استفيق خونك شوي. جاي عصير أو السموتي على الطريق. صحتين. شايف رائعة. ميرسي. يا أهلا. ثانك يو. يعطيك العافية. أما هلا من بعد ما إنه تغنجنا شوي، رح ننتقل لفرقة العلامة مع مارينا ونشوف قد ايه مهمين الألوان بالدهانات، إن كان بالبيت، إن كان بالمكاتب، إن كان بحي الله محل، قد ايه بيغير بالأمبيانس. بنعرف أكثر مع مارينا فرقة العلامة. you
صباح الخير مارينا، كيفك اليوم؟ هلا قاعدة كثير كثير مهمة اليوم. لا لازم هيك دائما، هلا انه بتحس انه منشطين اكثر ومبسوطين اكثر وهيك، انه في شيء لذيذ انه احنا قاعدين بنسمع وبنشم الروايح بس ما بنذوق اليوم. ايه بس انه يعني بالبريك فيك تذوق. ايه اكيد. يعني ما بنخبر المشاهدين انه معلش بنزعبر شوي نحن من وقت لوقت. على كل حال اليوم موضوع كثير حلو وهو دائما خصه بالالوان، والالوان قد ايه مهمه بحياتنا وقد ايه مهمه كمان لتغير يمكن اجواء البيت او اجواء المكتب. طبعا يعني بتعطي جو جديد لانه بتعرف وقت تاخذي شقه عاده معودين شو بحطوا لك لون واحد بدهنه، لانه اذا حدا عم ببيع بنايه بقول لك بنحط اكثر شيء لون البيج او لون الابيض او لون اللي بسموه لون جاردينيا، هيدا الناس اللي معوده عليه، معوده انه حيط واحد. ما في خوف انه يمكن اذا حطينا لون ثاني يمكن يبطلوا يحبوه او او ينقذوا منه او يخافوا منه، بينما فينا في مش بس انه كنوع دهان معين فيك تعطي افكت بلون الطرش. يعني الناس معوده بتروح بابي بان بس في ناس ما بتحب البابي بان، فيك تعطي مثل تكستشر او افي بالدهان وفيك توفري من ناحيه الكلفيه. يعني بدل ما تلبسي حيط لنقول خشب فينا نعطي افي بهيدا الحيط يعطي لون الطابع الخشب اللي بدنا اياه، بتكون بذات الوقت انه ما كلفنا شيء من ناحيه المواد الاوليه اللي عم نستعملها، من ناحيه الوقت اسرع لانه بتعرف هلا كلهم انه النجار قد ايه بده وقت يخلص لنا هيدا حياته قد ايه بده يركبني. يعني اذا بقول لك باربع ايام جمعه بتديهم شوي جمعتين ثلاث جمع عرفتي. هلا احنا حنفرجي المشاهدين رشز، صورنا حدا هي شيز بينتر، هي عم تشتغل بالورشه كيف عم تقدر تعطي افكت للحيط. هون بنشوف هيدي فيلا بفقره كيف بيخلطوا الالوان كانك عم تعملي لوحه، يعني بصير الحيط اللي عم تشتغليه وبتعطي التكستشر اللي بدك اياها. يعني الناس بتفكر انه بس اذا دهنا الحيط يعني ترشني اعطينا لون واحد، بينما فيك تعطي افيه كونكريت، فيك تعطي افيه رخام. بتعرفي انت بالقصوره من ايام زمان انه كانوا كلهم يعطوا اوقات ايميتيشن او يقلدوا نوع دهن معين. هون بنشوف عم باسسوا الحيط، عم بحطوا في اوقات شيء اسمه جولد ليف، يعني مثل فيك تدخلي اول شيء بالفضه او اللون الذهبي حسب ذوق صاحب البيت اللي عم نعمله الديكور. هون بنشوف يعني عم بيعطي الحيط طابع مختلف وبروسيس الشغل يعني ممكن ياخذ حوالي الجمعه حسب الايفكت اللي عم تطلبي عم تشتغلي عليه. وفي كذا تكسير كيف عم بتحفي الحيط، كيف عم تستعملي الباترن طبيعي. وبتعرفي مثلا بيوروب كلهم دي دوت هن بيعملوا وقت دهان بيتهم. هلا هو في لونين للحيط، لونين يعني حاطين بالحيط، حاطين باز لون اول شيء الذهبي، رجعنا حاطين فحطوا فوقه لون اسود تيرجع يشتغلوا على الافيات تبع الحيط، يعطوا مثل الحيط كانه مموج. اوكي. كانه مموج، يعني ما بتحسي انه مثلا لون واحد بلين، بتحسي فيك اكثر شيء حيط كانك عم تطلعي بلوحه. اوكي. برجع هون بنشوف في تكستشر بجيبوا نوع ريشه معين بيعطيك الحيط كانه هيك ايه بيبقى وعاطي غير الافكت، بتفكري انه مثل افيه ميتال. شوفي شو بسيطه البروسس يعني تبع الشغل، يعني اوقات بشوف بقول يا عمي شو حاطين على الحيط، كيف انه في اخذت وقت كثير كثير وفيها شغل كثير وصعبه وانا هيك كثير غالي انه تنقدر نعمل حيط بنتشر، بينما ليك شو مهضوم الايفكت والحيط الصغير يعني عطى طابع مختلف. ليك بنشوف هون كيف صار البروسس تبع الشغل، هون بين كيف صارت التكستور تبع الحيط. وفي واحد حيالله شيء عنده يمكن حديد بالبيت قدر يطبع فيها الحيط ويرجع يدهن فوقه يعطي افكت، يعني فيك تتسلي وتعطي يعني هيدا اللي بتلاقوله العالم البينت والهيدا ما عنده ليميتس، يعني اتس اندلس. ليك هون بنشوف تكستور ثانيه بيجي مثل كانه ديجيتس هيك على الحيط وبيجي نافر، يعني ما بقى الدهان انه ليس. هون بنشوف باترن اذا واحد عنده بيت كلاسيك ليكي كيف كانت اساسا على ابيض، هون على غير لون مزبوط، هون على افي ازرق فيها تنحط مثلا باوضه نوم اذا واحد بحط افي جريك ستايل. في منهم كلهم هول كمان اذا بدك بابي با كمان الاشخاص، بس البابي با اوقات ما بيجي كثير نافير وهون الدهان بمد معك، يعني البابي با بتجي بتبقى ملزمه بالباترن، يعني اوقات مجبوره القصه معك تخلص بمحل معين ما يبين انه مقطوش الباترن، بينما بالدهان عندك الفلكسبيليتي انك انت تتحكمي بالرسمه مثل ما بدك حسب قياس الحيط. اوكي. بتعرفي كل بيت عنده تقسيم معين وكل قياس حيط مختلف عن الثاني، يعني الافيه واحد شو بيطلع عباله في يعمل، ما في حدود لهيدا الموضوع.
وفي عندك ناس مثلا اوقات بيجوا ببيتهم بقول لك انا بدي اعمل حيط واحد اعطيه افيه حلوه، الباقي يمكن ادهنه لون بتركه ساده، لون ساده. اكثر شيء انا بحب غمي اذا كان بيت بالجبل، يعني بتقدري تعطي جو دافئ، او اذا بيت مثلا بالمدينه بس في وجهات ازاز كثير كبيره او شي لوفت، فيك تعطي حيط تغمقيه وتعطي فيه تكستور يعني كثير مشغوله، والباقي فيك يعني بدك تعرفي اي حيط تعطيه الافيه، وما ضروري كله الناس بتقول لك تعطي ديكور بالبيت بدي الجا ولا لا، انا حيط اعمله كله وود او حيط لبسه مثلا مثل ازاز او حتى مرايه او شيء. هذا الشيء الفكره لازم نغيرها، انه لا فيك تعملي حيط تعطي فيه تكستور اللي بدك اياها، بدهن اول شيء كوقت اسرع، بعدين ما عندك شيء اسمه قواطع، لانه الدهان فيك يعني تمديه قد ما بدك، بينما بالخشب اذا عم بتلبسي حيط ملزمه بقياسات معينه بالتقطيع. اوكي. لانه حسب قد ايه عرض الخشبه وقد ايه التقطيع اللي بدك تتحكمي فيه، بينما بدهن فيك تمدي قد ما بدك وتعملي اللوك اللي بدك اياه. وهلا عم اقلد ماتيريالز جديد، اكثر شيء اليونغ بقول لك رايح على الارض توب كريت مثل بيتون ودهن الحيط، فينا زيت الافكت البيتون اللي على الارض عم نقلده على الحيطان. يعني فيك تحسي حيط الاسباس تبع البيت، حيط الانترس مثلا تعمليه بيتون. وفي هلا حتى منهم الباثرومز ما بقى عم ببلطوا، بيستعملوا بيتون مثل بيدهنوا افيه بيتون على الحيط وبيعملوا له تريتمنت حتى للمويه، ان كان الارض او ان كان حتى ارض وحيط، يعني حتى حيط الشاور. الناس بقول لك طب حيط الشاور كيف ما اذا بقبق ماي؟ لا مش مزبوط، لانه في تريتمنت ومواد خاصه بتستعمل، بس تحطيه على الحيط البيتون ما بقعد ياثر ولا شيء. والفرق الافونتاج ما بقى عندك شيء اسمه جوانات، صح؟ مش انه مثلا خلص الحيط وبقي لك شقفه بالاخر تحطي بلاطه صغيره، مزبوط. فيك تعطي روح وحده للاسباس، هذا الشيء هو كثير حلو كمان اذا للنظر بتلاقي غريب، واحد ما بيتقبله اول الوقت، بس هو كثير دارج هلا اكيد يعني الناس مش معوده بعد هذا اذا بدك. اي أيوه، وفيك هلا مش ملزمه بلون الغامق لقفل البيتون، يعني فيك تروحي حتى الوان ابيض، في الوان بوردو، يعني لون بدك اياه، بس التكستور هي تكستور البيتون. هلا رح نشوف سوا ستيلات نفرجي كيف واحد فيه بالبيت اذا هو عباله يعمل افيه للحيط كيف يقدر يشتغل فيه حسب الريشه اللي عم بيستعملها. يعني بنشوف هون حيط مدهون لون هيك غامق، بس بريشه عطا مثل باترن كيف قسمها بتطلع وبنزل عطا افيه مختلف. يعني برا بينبسطوا بهي انه هن انه احنا عملنا دهان الاستوديو تبعنا، وهن اشتغلوا انت تجيبي يد عامله بتكلف كثير. هون بنشوف نوع الريشه كيف عطيك هيدا الافيه الازرق هيك مثل اوشن كولر، يعني كثير حلو، حتى فيك تستعمليها بجست تويلت، فيك تستعمليها بحيط مثلا بكوريدور، تعطي هالازرق لانه مثل ما انت لابسه اليوم ازرق هيك بروي الاعصاب بيعطيك هيك لوك غريب، وبتمزجي لونين مع بعضهم. هون بنشوف الافيه مثل هيك باترنز عم نعطي، بتدخلي لونين مع بعضهم كانك صار الحيط كانه عم تعملي عليه لوحه. يعني بنشوف هون مش بريشه عم بيدهن الحيط، مش حديد دخلك مثل بمشحاف هيك عم بيعطي الافيه. يعني شو بتستعملي تكستشر؟ في ناس قالك بتخاف استعمل هذا الشيء، لا مو شو ممكن يعطي، بينما لا شو ما بتحط اذا انت عارفه لوين واصله بالديكور تبعك وشو اللوك بدك تجرب بالحيط كمان. ايه مش قاعده اليوم هون بنشوف الافيل جولد اللي عم بيستعمل، عاملين مثل باترن وشاغلينه، وهذا بيرجعوا بطبعوه على الحيط. يعني اذا انت مثلا حيطك لنقول لونه ابيض استعملت هذا بريشه، فيك ترجع تطبع الافكت على الحيط وتعطي اللوك اللي انت بدك اياه. هلا في ناس تقلك انه الجولد وين بدي استعمله، بينما بالعكس حسب ستيل البيت، يعني منك ملزمه بلوك معين، حسب انت شو التوجه تبعك وشو حابه تعطي رونق للاسباس اللي عم تشتغلي عليه. هو كمان كله بينسوا انه بيلحق بعضه من الاكسسوارز، من تقدري تكسري يمكن انت التوجه اللي بيفكروا العالم انه هذا اللون محدود بس بهيدي الفكره. ايه فيك هيدا يكون مع اسباس مودرن. مزبوط. وبنشوف هون بمشط الشعر، بتعرفي المشط القديم. اوف حلوه الفكره. بس هلا بدك تقعدي اذا حيط صغير، انا حيط كبير يعني بتحطي بتبلشي تشتغلي فيه بتخلصي بعد ثلاث اشهر اكيد، لانه شو مشط يعني. ايه بس في مشط بس بقى اطول، يعني انه شوفي حتى بكل شيء ممكن تستعمليه تيعطيك سكراج او يعمل افكت على الحيط بيعطيك لوك جديد. هون بنشوف كمان بشيء اسمه بيعملوا مثل الاستومباج، يعني بحط اللون بيرجع بيشتغل فيه باترنز. في فتره هيدا درج كثير انه صاروا كلهم يستعملوه مثل شيء بيقولوا له ستوكو،
اوكي اللي وبعدين وقفت الموضه تبعه. بس انا ما بعتبر انه في موضه توقف للون معين، هي حسب كيف عم تخلق اللوك اللي بدك اياه. وفي هلا اكثر شيء دليل صار المزج مثل ما حكينا، يعني مودرن مع كلاسيك، ما بقى حدا بفوت عاده بستيل واحد. اذا حدا وارد شي قطعه قديمه بيرجع بيستعملها. هلا بتعرفي كل مكانات السنجر مثلا تبع الخياطه عم بيرجعوا يستعملوه، بدهنون غير لون احمر، لون ديكور، لون ديكور، بيعملون طاوله سفره مثلا مع وجه ازاز. يعني انه كل شيء ممكن تستعمليه لتعطي فيه لوك وديكور معين. أكيد. يعني منك محدوده بقى بالافكار. كنت عم بشوف فيديو من فتره كثير لذيذه او هيك لفت لي انتباهي، بس ناسي هو حدا كثير ان ارتست يعني، بس كثير معروف بالملعقه وبالملاعق، يعني عم يعمل كان حيطان كثير غريب انه بتلزقيهم وبتعطي تلزيق وبيشيلهم وبيرجع بيترك الافيه تبعهم. انه يعني الافكار ما بتنحد يعني من هالناحيه، يعني حيلا شيء يمكن فينا نستعمل. اي يعني الناس بتقول لا بدي ادفع من عندك موجودين من البيت يعني. يعني واحد بيقول لك انه لا ما بدي ادفع تعمل ديكور، من افكار كثير بسيطه فيك تعمل شيء. يعني في مره كنا عم نعمل ديكور لجنينه، بتعرفي فكين اباجورات قديمه من ورشه حطوهم على الحيط ودهنوا كل اباجور لون، عطى هيك رونق مختلف للجاردن لانه عطى هيك كولرز. يعني كل شيء ممكن تستعمليه، منك ما بقى محدوده بالكرياتيفيتي. وهي الفكره اللي بتاعت الفرق، حنعمل حلقه مخصصه لهيدا الموضوع انه كيف ممكن باشي حتى ريسايكل دوريوز، مثل ما فاجئنا قبل بحلقه بالاساطر استعملنا فيها، في كل شيء شو عندك بالبيت ممكن تستعمليه وتعطي فيه رونق مختلف. يعني في مطاعم هلا ما حنسمي مين، بس مجمعين كل شيء في اشياء حاطينه على السقف وعلى الارض وعلى الحيطان. فبروري 30 يعني كل شيء في كراسي عاملينها بطريقه كثير غريبه، جايبين على البار وعلى القعده وبايكس هيك انه يعني شو ما كان. بانيو عاملينه كمان مغسله بالتويلت واللي هي كثير فكره تعليق موجودين عاملين ادويه. لا لذيذين كثير، يعني ما بقى في ليميت صراحه. حتى في بالبيت عامله هيك اشياء يعني صح. يعني ما ضروري عاد الناس بتقول لك البادجت فيرسز الديزاين، ما في شيء بينكب هلا، كله بيستعمل من الاخر. اوكي يعني حلقه جاي بنعطيهم افكار جديده للمشاهدين، وكل مره بنعطيهم اب تو ديت تيضلوا ملاحقين التطور والديزاين والافكار الجديده. خلصنا حلقتنا لليوم، ميرسي شيف. اوكي شيف هلا مش معنا لانه عم يحضرنا ثاني طبخه. اهلا وسهلا، اهلا فيك. على كل حال انا بدي اتشكرك مارينا، وانا كمان ثانك يو لحضورك وللتبس اللي بتعطينا اياهم دائما كثير حلوين، كل مره احلى من المره اللي سبقت. رح نتوقف مع فاصل اعلاني ومن بعدها رح كون مع تانيا، بيخلينا نحكي. بعرف انه يمكن كنا عم نحكي شيء حلو كثير، وهلا رح ننتقل لموضوع شوي هيك مؤثر، ورح نحكي عن قضيه اغتصاب الاطفال واللي هي من ابشع الجرائم الانسانيه يلي بتصير، رح نحكي فيها مطولا ونعرف اكثر مع ضيفه لتانيا. ما تروحوا لبعيد.